بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في فندق سيرين فيلا في مدينة نوراليا، نصور غرفة شهر عسل، غرفة من نوع شهر عسل. الفندق يحتوي على غرفتين من هذا النوع. هذه هي الغرفة، غرفة شهر عسل، غرفة طبعا فخمة جدا، يعتبر الفندق طبعا 5 ستار، وليس فندق وإنما عبارة عن شقق فيلل، يحتوي على 6 فيلل. هذا النوع من الفيلا، فيلا شهر عسل معها جاكوزي. جاكوزي هنا، الجاكوزي، غرفة شهر عسل. طبعا الغرف شهر العسل لها أسماء مختلفة، لها أسماء مختلفة في هذا الفندق. فندق سيرين فيلا، غرفة من نوع شهر عسل، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. شركة المحيط للسياحة في آسيا. هنا أيضا دولاب الملابس، سيرين فيلا، تصوير شركة المحيط للسياحة في